أنا بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سعادة الشيخ خليفة بن راشد الخليفة لحضور حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة السيد كارين هونغ سفير جمهورية الصين الشعبية في مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في المملكة والمدعوين. وقد نقل سعادة الشيخ خليفة بن راشد الخليفة تحياتي وتهاني صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى قيادة جمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق بهذه المناسبة، وتمنيات سموه للدولة الصديقة باستمرار الرفعة والتقدم. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن راشد الخليفة بما تشهده العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة من تطور مستمر في كافة المجالات، بما يجسد قوة ومتانة ما يربط بين البلدين من علاقات تعاون وصداقة متميزة، معربا عن تمنياته أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون الثنائي الذي يلبي التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين. من جانبه توجه سفير جمهورية الصين الشعبية بخالص عبارات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على الرعاية ودعم سموه لكل ما يسهم في توطيد عرى التعاون بين البلدين، منوها بالمستويات المتقدمة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية في شتى القطاعات، مشيدا بما تشهده مملكة البحرين من تطور ونماء في مختلف مجالات التنمية والتحديث.